فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: من يقول أنا لن أعمل إلا الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، ولن أزيد عليها، استدلا بحديث الأعرابي، يقول: هل قوله هذا صحيح؟ قوله هذا صحيح إذا قام بالأركان الخمسة على التمام، ولكن هل يزكي نفسه أنه يقوم بها على التمام؟ لا بد يجيه نقص، لا بد يعتريه جهل، لا بد، فما يكفي هذا. نعم، حتى الفرائض يستحب بعدها نوافل من أجل تكميلها إذا حصل فيها نقص. نعم، فهو بحاجة، بحاجة إلى الواجبات، وبحاجة إلى السنن، بحاجة إلى هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.